حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. دعوات وقف الحرب في اليمن تزيدها اشتعالا. الصحافة الفرنسية تتحدث عن معارك الحديدة، المتمردون يعيدون بالمقاومة وعمال الإغاثة يحذرون. ومن أخبارنا المنوعة، نائب تونسي يضع دمية في كرسي وزير اعتذر عن الحضور. أهلا بكم. احتل خبر تمكن قوات الأمن من إحباط محاولة تهريب العملة الصعبة من مأرب الصفحات الرئيسية في المواقع اليمنية، حيث عنوان موقع الحرف 28 أمن مأرب يحبط تهريب أكثر من 2 مليون دولار ويلقي القبض على المتهمين. وقال الموقع إن الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب أحبطت عملية تهريب 2,610,000 دولار أمريكي و9 ملايين ريال سعودي في عمليتين مختلفتين. وقال مدير عام شرطة المحافظة العميد عبد الملك المداني إن أفرادا من منتسبي الأمن في مديرية الجوبة ضبطوا مبلغ 2,610,000 دولار في سيارة هايلوكس وتم ضبط المتهمين. وفي العملية الثانية تمكنت إحدى نقاط الحزام الأمني لعاصمة المحافظة وعلى طريق مأرب صنعاء من ضبط 9 ملايين ريال سعودي غير مصرحة كانت في شنطة ملابس على متن سيارة غمارتين وضبط سائق السيارة. وأشار المداني إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية دأبت على المضاربة بالعملة الصعبة في المحافظات المحررة وتهريبها إلى صنعاء بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني والتسبب بانهيار الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية وزيادة معاناة الناس والمواطنين في إطار مشروع الميليشيات الذي يوزع الموت على الشعب اليمني إما بالآلة العسكرية أو التجويع. ميليشيات الحوثي في عمران توجه مشرفيها بعدم الانشغال بالغاز المنزلي والتفرغ لحشد المقاتلين. وعنوان الموقع بوست قرار في عمران بتفريغ المشرفين الحوثيين من مهمة توزيع الغاز إلى الحشد للجبهات. كشفت وثيقة صادرة عن المجلس المحلي بمديرية عمران الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن إعفاء المجلس للمشرفين العاملين مع جماعة الحوثي من عملية توزيع الغاز المنزلي ليتم تفريغهم للحشد للجبهات التي تقاتل فيها الجماعة. وبحسب الوثيقة التي حصل عليها الموقع بوست يتم توزيع الغاز المنزلي في مدينة عمران عبر قيادات تابعة للحوثيين من خلال توزيع المدينة لمربعات وحارات، وتتحكم تلك القيادات بعملية التوزيع، ويسمح لهم هذا الأمر بممارسة المسح الميداني المستمر للمواطنين وإعادة فرزهم وفقا لمصلحة الجماعة. ماذا يجري للعالم إذن؟ يتساءل محمد جميح في صحيفة القدس العربي مضيفا: إنه الظلم، إنه غياب العدالة العالمية، إنه الفقر، إنه تراجع مستويات التعليم، إنها العولمة، إنه اليأس من إصلاح المنظومة، الخلل في الموازين الاقتصادية، الملل من البيروقراطية، الضجر من قيم ما بعد الحرب، الاندفاع لأخذ الحقوق التي تلتبس بالجشع والعدوان والفوضى والكراهية والتقوقع الديني والقومي. إنه بالضبط تشبه أنسال اليهود الناجين من المحرقة بالنازيين وتناسي فظائع الحرب والثورة ضد المؤسسة، ضد النظام الدولي التي تمخضت عنه الأمم المتحدة على أنقاض عصبة الأمم التي فشلت في منع الحرب. كانت الحرب العالمية الثانية رجة عنيفة لم تغير حدود الخرائط وحسب، ولكنها كسرت حدود المفاهيم والأفكار والفلسفات، ومال الغرب بعدها إلى تكريس أفكار مناهضة للأفكار التي سادت قبل الحرب، وتوارت فلسفات هايدغرز ونيتشا التي أفرزت هتلر، ونال ماركس وإنجلز زخما كبيرا امتد إلى معاقل الرأسمالية في بريطانيا وأمريكا، وتشكلت أرضية مناهضة للحرب التي اندلعت قرابة منتصف القرن الماضي، وتطورت مفاهيم الديمقراطية والاشتراكية ودولة الرفاه وحقوق الإنسان، وأعطيت اعتبارات كبيرة لقيم الحرية والعدالة ومكافحة العنصرية، وانحسرت النزعات الدينية المرتبطة بشكل وثيق بالاتجاهات القومية، وتم التبشير بدين جديد والليبرالية المرتبطة بالرأسمالية، وانتشرت أفكار اشتراكية مرتبطة بالماركسية، وبشر الشيوعيون بانتصارهم ووعدوا أتباعهم بجنة الإنسان التي ستعوض توق البشر الدائم إلى جنة الله.
استقبلت مستشفيات محافظة حجة ما يزيد عن 100 قتيل وجريح من ميليشيات الحوثي، معظمهم من الأطفال، إثر المعارك التي تشهدها مديريتا حرض ومستبى شمال المحافظة منذ يومين. حقق خلالها الجيش الوطني تقدما ميدانيا كبيرا طبقا لموقع الصحوانات والذي عنوان غالبيتهم أطفال. مشافي حجة تستقبل أكثر من 100 قتيل وجريح من ميليشيا الحوثي. وأكد شهود عيان لموقع الصحوانات أن مستشفيات المحافظة استقبلت منذ الثلاثاء أكثر من 100 قتيل وجريح من عناصر الميليشيات، معظمهم من الأطفال الذين غررت بهم الميليشيا في حروبها العبثية. فيما قالت مصادر مطلعة للصحوانات إن قيادات الميليشيا في حجة تعيش حالة من الاستنفار والارتباك نتيجة النقص الذي تواجهه في المقاتلين، وسط إحجام الأهالي عن الدفع بمزيد من أبنائهم مع الميليشيات. وقال الموقع إن الجيش الوطني تمكن خلال الساعات الماضية من تحرير عدة قرى من ميليشيا الحوثي في جنوب حرض ومثلث عاهم. إلى موقع يمن مونيتور والذي عنوان في الصفحة الرئيسية دعوات وقف الحرب في اليمن تزيدها اشتعالا. وقال الموقع يبدو أن دعوات وقف الحرب في اليمن والضغوط على السعودية والإمارات والحكومة اليمنية تقف جميعها وراء اشتعال الحرب في معظم جبهات القتال الداخلية. وعقب الدعوات الغربية بدأت القوات المدعومة من الإمارات عملية عسكرية لتحرير مدينة الحديدة، وخلال أيام أصبحت المعارك على مشارف الأحياء السكنية للمدينة الساحلية غربي البلاد والتي تحوي ميناء استراتيجيا تعبر من خلاله معظم واردات البلاد الأساسية. كما تقدمت القوات الحكومية في محافظة الضالع وحررت أجزاء واسعة من مديرية دمت وباتت أقرب إلى التقدم نحو محافظة إب وسط البلاد. كما تقدمت القوات الحكومية في محافظة البيضاء المجاورة وسيطرت على سلاسل ومناطق عديدة. ويرى مركز ستراتفور الأمريكي أن من المحتمل أن يزيد الضغط الدولي ضد الحرب اليمنية من الضغوط على الرياض للإسراع في محاولة استعادة الميناء حتى في الوقت الذي تزن فيه المملكة التكاليف الدبلوماسية للعمل مقابل المكاسب الاستراتيجية لخططها في اليمن. ويشير المركز إلى أن السعودية والقوات الحكومية اليمنية دفعت بعشرة آلاف مقاتل جديد من أجل اجتياح المدينة الساحلية، وقال إن ذلك يمنح السعوديين بعض المرونة للمضي قدما، بما في ذلك الحفاظ على خيار الدفع العسكري باتجاه المدينة قبل أن تقرر الولايات المتحدة خفض دعمها للمجهود الحربي. شتاء عربي أم عالمي؟ تحت هذا العنوان كتب مروان قبلان مقاله في العربي الجديد مضيفا. نشرت مجلة أتلانتيك الأمريكية قبل يومين مقالا بعنوان الشتاء العربي قادم، تناول صعود الدكتاتوريات في العالم العربي بعد فشل ثورات 2011 في شق طريقها نحو الديمقراطية. وتحت شعار الاستبداد سيء لكن الفوضى أسوأ، توقعت المجلة أن تذهب الدكتاتوريات العربية بعيدا في توسل القمع لإحكام سيطرتها على مجتمعاتها في ضوء عجزها عن تقديم حلول لأغلب المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة والتي كانت في الأصل سببا للثورات التي اندلعت خلال العقد الفائت. ما ينذر بحسب أتلانتيك بشتاء عربي قاس وربما غير مسبوق يعصف بالمنطقة في المرحلة المقبلة. الاستبداد العائد كما تبين في حقبة ما بعد الربيع العربي أسوأ وأشد ظلمة من سلفه البائد، لكن ما يغفل بعضهم ملاحظته بمن فيهم المجلة الأمريكية أن الفشل العربي وعودة الدكتاتوريات لا يجري في فراغ بل يأتي في سياق عالمي تنحسر فيه الديمقراطيات وتصعد فيه النزعات اليمينية القومية والشعبوية المعادية للديمقراطية، وتزداد معها قوى الاستبداد العالمي قوة وسطوة. وكما أن الاستبداد العائد عربيا أسوأ من سلفه، فإن قوى الاستبداد الدولي الصاعد تقدم نسخة أشد مراسا من سابقتها، هي نتاج المزاوجة بين نظم سياسية شمولية ونظم اقتصادية واجتماعية رأسمالية أو ليبرالية، يجعل هذا الأمر منها نموذجا أشد خطورة على الديمقراطية من النظم الاستبدادية الشمولية التقليدية مثل الاتحاد السوفيتي والصين الشيوعية. لماذا؟ لأن الأخيرة كانت تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة لإنتاج نموذج أو نظام اقتصادي قادر على الاستمرار ومقارعة الرأسمالية الليبرالية، لذلك كانت هذه النظم تعتمد في حكمها على قبضة أمنية تختفي وراء شعارات أيديولوجية جوفاء عن الاشتراكية والعدالة الاجتماعية.
صحيفة لوموند وفي تقرير ترجم لقناة بلقيس تابع تطورات المعركة في الحديدة وعنونت الصحيفة الفرنسية اليمن: اليونيسف تخشى على حياة 59 طفلا مهددين جراء القصف العنيف على الحديدة. وتفيد الصحيفة: تتساقط منذ 5 أيام أمطار من القنابل على الحديدة. تقوم القوات الحكومية اليمنية المدعومة من قبل تحالف بقيادة السعودية بلا كلل بقصف المدينة الساحلية التي تقع تحت أيدي المتمردين الحوثيين، مما يثير مخاوف عميقة بشأن المدنيين المحاصرين. من جهتها قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إنها تخشى على حياة 59 طفلا في مستشفى الثورة في الحديدة. وأكد الطاقم الطبي والمرضى في المستشفى أنهم سمعوا أصوات انفجارات وتبادل القصف المكثف، والخطر الآن يتهدد إمكانية الوصول إلى المستشفى والخروج منه، وهو المستشفى الوحيد العامل في المنطقة. ودعت اليونيسف التي وصفت البلاد بأنها جحيم على الأرض لملايين الأطفال إلى وقف الأعمال القتالية بالقرب من المستشفى وحوله، ووقف الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية بما فيها ميناء الحديدة. ولا نزال في الصحافة الفرنسية، حيث عنونت صحيفة لاغوال الفرنسية عن معركة الحديدة: اليمن المتمردون يعيدون بالمقاومة وعمال الإغاثة يحذرون. وقالت الصحيفة في تقرير ترجم خصيصا لقناة بلقيس إن زعيم المتمردين في اليمن وعد بعدم الاستسلام للقوات الموالية للحكومة، مما أثار المخاوف من معركة شرسة في الحديدة، وهي ميناء استراتيجي حيث يشعر العاملون فيها في مجال الإغاثة بالقلق بشأن المدنيين والمساعدات لسكان مهددين بالمجاعة. في هذا البلد الفقير الذي دمرته الحرب، كانت القوات الموالية للرئيس عبد رب منصور هادي بمساعدة عسكرية من السعودية والإمارات تحاول منذ عام 2015 طرد المتمردين الحوثيين من مناطق شاسعة يسيطرون عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء. وتقول الصحيفة الفرنسية إن استعادة الحديدة من المتمردين سيكون استراتيجيا بقدر أهمية الميناء الذي يمر عبره ما يقرب من 3/4 الواردات والمساعدات التي يحتاجها السكان. وقالت جولييت توما مسؤولة الاتصالات في الشرق الأوسط في اليونيسف لوكالة فرانس بريس: ما نخشاه هو أن تصعيد العنف يهدد الجهود الإنسانية الحيوية. وقالت إن اليونيسف أرسلت إمدادات ومساعدة لملايين الأطفال على متن قوارب صغيرة عبر مدينة الحديدة. عثرات ما بعد الاستعمار: التحرر ليس صنوا لبناء الدولة. تحت هذا العنوان كتب مؤلف كتاب حين يعيد الجنوب ابتكار العالم برت ران بودي مقاله المعاد نشره في جريدة الحياة اللندنية، والذي أضاف: لم تشرك الدول الجديدة في حكم العالم وتوجيه دفته، وهي اكتفت بدور المحتج عوض المشاركة في إدارة العالم الجديد. وبدأ دورها الاحتجاجي مع مؤتمر باندونغ في عام 1955، وتبلور دورها أكثر في حركة دول عدم الانحياز، ثم في ميثاق الجزائر ومجموعة 77، أي تحالف دول ناشئة في الأمم المتحدة للدفاع عن مصالحها. وعلى المنوال هذا أبصر النور ما سميناه في الأمس العالم الثالث، وما نسميه اليوم دول الجنوب. ولجأت هذه الدول إثر استبعادها من الحكم الدولي إلى دبلوماسية جديدة قوامها الاحتجاج والخطابة. ولم تقترح الدول هذه إنشاء أشكال تنظيم سياسي جديد، ولم تندمج فعلياً في المجتمع الدولي. وارتكب الغرب خطأ اعتبار القادة المولودين من رحم نزع الاستعمار رجال دولة في وقت كانوا رجال تحرير فحسب، والتباين بين دور بان الدولة ودور المحرر شاسع، ويترتب على كل منهما سمات مختلفة. ورجح دور المحرر من الاستعمار رمزياً في حركات مثل حركات الوحدة الأفريقية والوحدة الأسيوية والوحدة العربية، فالغاية من هذه الحركات هي صوغ يوتيوبيا تحرر وتحرير، وليس بناء دولة وأمة. وبعض قادة التحرر كانوا ساسة كبار، ومنهم نكروما الغني ونهرو الهندي وسوكارنو الإندونيسي وغيرهم، ولكن هؤلاء لم يشاءوا أن يكونوا مشيدي دول. ففي غانا قال نكروما إن السعي إلى إنشاء دولة على أنقاض الاستعمار هو فخ ومغامرة في الوقوع في شباك القوات المستعمرة السابقة. والدول المصطنعة المولودة من العودة عن الاستعمار كانت أدوات إرساء نظام نيو كولونيالي، وبعض رجال التحرر اضطر إلى الصدوع بهذا النظام
وانزلق إلى الاستبداد والعنف، فطعنوا فيما أنجزوه التحرر. فعلى سبيل المثل، كان نيلسون مانديلا رجل تحرير عظيم، ولكنه عجز عن إرساء مؤسسات دولة جنوب أفريقية فعلية، فالغاية من نزع الاستعمار لم تبلغ لأن التحرر كان شكلياً. لجأ نائب تونسي إلى أسلوب طريف كما وصفته صحيفة القدس العربي للتعبير عن امتعاضه من الغياب المتكرر لوزير الشؤون الاجتماعية عن جلسات المساءلة في البرلمان. وخلال إحدى الجلسات وضع النائب عماد أولاد جبريل دمية في المكان الذي يفترض أن يجلس فيه وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بعدما اعتذر الوزير في اللحظة الأخيرة عن الحضور. وقال أولاد جبريل إنه سيسائل الدمية عوضا عن الوزير الذي تغيب عن الجلسة خوفا من الأسئلة التي لا يملك إجابة عنها. إلا أن نشطاء تونسيين انتقدوا ما قام به النائب، حيث كتب أحدهم: غياب الوزير عن جلسة المساءلة قد يكون غير مقبول، لكن لا يجب الاستهانة برموز الدولة بهذا الشكل مهما بلغت الأخطاء والتجاوزات. وأضاف آخر بتهكم: دعونا من الوضع الاجتماعي المتردي، وهيا نلتهي بدمية السيد الوزير ومسرحية السيد النائب، مسرحيات وأفلام وحسابات داخل مجلس الشعب وخارجه، لا تداوي ولا تطعم، خذوا راحتكم، فالناخب لا زال يتنفس. صور لمختلف الأحداث من مناطق العالم السياسية منها والاجتماعية نشرتها صحيفة الديلي تيليغراف، ونحن بدورنا ننقلها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. نتابع. وماذا تحمل لنا اليوم رسومات الكاريكاتير من رسائل؟ هذا ما نتابع في فقراتنا التالية. هذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.